بسم الله، زي ما احنا عارفين ان في متغيرات رقمية وفي متغيرات نصية وفي ليست في متغير تابل. ده بيبقى عامل زي ليست بس بيقرأ وما بيكتبش عليه، ما تقدرش تعدل فيه. تمام، هقول له انا عايز بايثون، وبعد كده هاجي ادوس هنا مرتين واقول للمتغير ممكن ال i هتساوي، وبعد كده بنفتح القوسين دول، ده اللي هو الليست العادية وممكن تدخل أرقام. بعد كده هنا في الأوت أقول له اطبع لي ال اي، تيجي هنا تلاقي إن في ليست بالتلات أرقام الموجودين. الطابل هو دوت، هقول له انا عندي المتغيرات بالشكل دوت. تمام، حتى لو انت عاملها فاضيه مش تكتب قيمه لازم تعمل فاصله هنا. طيب هقول له بقى انا عندي قيم، وبعد كده مثلا وأقول له هنا اطبع لي تيو. ألاقي إن هو في 6 قيم عنده. تمام، فهي عاملة زي ليست وهتحطها في ليست، بس الطبل بيبقى تقرأ بس ما بتقدرش تعدل فيه. يعني ليست تقدر تضيف قيمة أخرى أو تقدر تحذف أو أنا. طب لا، هو بس القيم اللي انت بتكتبها هي اللي بتظهر عندك.